صرح المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال بأنه تم ترسية 19 مناقصة خلال شهر يوليو الماضي لعدد من المشاريع في مختلف القطاعات من قبل مجلس المناقصات والمزايدات. وتبلغ تكلفة المناقصات الإجمالية أكثر من 28 مليون دينار بحريني. كما تم طرح مناقصة 16 مشروعا من مشاريع الوزارة لقطاعات الطرق والصرف الصحي ولمشاريع البناء والصيانة وبتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 20 مليون دينار بحريني. وأوضح وكيل الأشغال أن المشاريع التي تم ترسيتها تأتي ضمن خطة عمل الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات تلبي تطلعات وحاجات المواطنين وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.